أهلا بيكم، بنقدم لكم مصاريف ومعلومات عن مدرسة دون بوسكو. ده عنوان ورقم تليفون المدرسة. ده كشف المصاريف من أول أولى حضانة لحد تالتة إعدادي، ونلاحظ إن المصاريف بتدفع على قسطين. القسط التاني اللي مكتوب في الكشف ده بيكون تقريبي، وبيتم تحديده بالظبط وبيتدفع أول الترم التاني، لكن مش هيكون بعيد عن الأرقام اللي مكتوبة في الكشف. اليونيفورم بتشتروه بالقطعة حسب احتياج كل واحد. مفيش باص خاص بالمدرسة، يعني بتتفقوا مع باصات خارجية. المدرسة خاصة عربي، وبيدرسوا اللغة الإنجليزية منهج إضافي بجانب منهج الوزارة، وبيدرسوا اللغة الإيطالية كنشاط من أولى حضانة، وكمان بيدرسوا اللغة التانية اللي هي الفرنساوي بداية من تالتة ابتدائي. المدرسة رهبان، وبتشمل المراحل من أولى حضانة لحد تالتة إعدادي، وده قسم التعليم الأساسي اللي هو من أول أولى حضانة لحد تالتة إعدادي، يعني مفيش ثانوي عام في المدرسة. لكن المدرسة فيها ثانوي صناعي إيطالي، وده معترف بيه من مصر وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، وبتمنح شهادة دبلوم فني صناعي في تخصصات الكهرباء والميكانيكا. بالنسبة لسن القبول، في 1 أكتوبر أولى حضانة من 4 سنين و6 شهور لحد 6 سنين إلا يوم. المدرسة من أول حضانة لحد إعدادي اللي هو التعليم الأساسي بتكون مشتركة أولاد وبنات، أما اللي هو القسم الثانوي الصناعي ده أولاد بس. ودي الأوراق المطلوبة للتقديم، وطبعا بيبقى فيه انترفيو أو مقابلة شخصية كشرط من شروط القبول. ودي بعض الصور للمدرسة. لو تحبوا تعرفوا مصاريف ومعلومات عن باقي المدارس هتلاقونا سايبين لكم الروابط تحت الفيديو، ونتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة، وبالتوفيق ان شاء الله.